رئيس الحكومة الليبية ينفي حدوث انقلاب عسكري بعد إعلان القائد العسكري السابق خليفة حفتر تجميد عمل الحكومة والمؤتمر الوطني العام والإعلان الدستوري. قوات الجيش الوطني تقصف مرتفعات الشعامبي من جديد بالأسلحة الثقيلة على مستوى واد الأحمر على إثر رصد تحركات لعناصر إرهابية. ووزارة الداخلية تعلن أنها ستتولى تشديد المراقبة الترتيبية على كل شخص يرتدي نقابا، وذلك في إطار ما يخوله القانون. هذه الوطنية الأولى، ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. ونبدأ النشرة من آخر التطورات في الشأن الليبي، وفيها نفى رئيس الحكومة علي زيدان حدوث انقلاب عسكري بعد إعلان القائد العسكري السابق خليفة حفتر في بيان مصور تجميد عمل الحكومة والمؤتمر الوطني العام والإعلان الدستوري. يأتي هذا بعد خروج عدة مظاهرات بالعاصمة طرابلس وببنغازي وبعدة مدن أخرى دعا إلى تنظيمها مؤيدون للمؤتمر الوطني العام ومعارضون له، فيما أطلق عليه اسم جمعة الرحيل. بين تأكيد خبر حدوث انقلاب عسكري ونفيه، تواترت الأنباء في ليبيا المجاورة خلال الساعات الأخيرة. رئيس الوزراء علي زيدان نفى هذا الخبر وأكد أن حكومته تمارس عملها بشكل عادي وأن الوضع في البلاد تحت السيطرة وعدم التأثر بأي عارض مثل هذا العارض. كما أنوه وأنبه الشعب في جميع أنحاء البلاد على أن هذا الأمر لا أساس له واقعيا على أرض الواقع، ليس له أساس ولن يكون. موقف أعقب بيانا وجهه اللواء خليفة حفتر المسؤول بالجيش الليبي السابق، دعا فيه القوات المسلحة إلى ما اعتبره إنقاذا للبلاد. بيان ضمنه خريطة طريق للفترة المقبلة تتكون من 5 نقاط، أولها تأسيس هيئة رئاسية مؤقتة تتمثل فيها القوى والأطراف الوطنية التي تنتهج العمل السلمي وترفض الاحتكام إلى السلاح، يتم اختيارها بالتشاور مع الرموز الوطنية الثورية ويرأسها المستشار رئيس المجلس الأعلى القضاء، وإلى تعليق عمل المؤتمر الوطني العام وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة. ليس هذا التحرك انقلابا عسكريا، ليس هذا التحرك انقلابا عسكريا بالمفهوم التقليدي، ولا مدخلا لإقامة حكم عسكري، فذلك ما نرفضه. أتمنى أن اللواء خليفة حفتر أن يكون فعلا مع الشعب الليبي. الشعب الليبي قال كلمته وقال لا لهذا المؤامرة على الوطن، وأتمنى من السيد خليفة حفتر أن يكون مع الشعب الليبي ولا نريد حكما عسكريا آخر. ويعد اللواء خليفة حفتر من أبرز القادة العسكريين الذين شاركوا في الحرب الليبية التشادية. انتقل بعد خلاف مع القذافي حول إدارة هذه الحرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي استضافته كلاجئ سياسي، حيث شكل هناك الجيش الوطني الليبي العام. ولمعرفة المزيد تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من طرابلس مراسلة الأخبار لكريمة ناجي. كريمة، بعد التحية. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلة الأخبار كريمة ناجي. معنا أيضا عبر الهاتف من طرابلس السيد عمر رحمدان ناطق باسم المؤتمر الليبي العام. سيد عمر، بعد التحية، كيف تجري الأمور الآن في ليبيا بعد نفي الانقلاب وتأكيده؟ نعم سيدي كريم، الأمور على ما يرام، الأمور هادية. هذه المحاولة يعني أو هذه الحراك الذي قام به المدعو خليفة حفتر لا يتعدى أن يكون بيانا إعلاميا، يعني أخذ حيزا من النقاش ومن في وسائل إعلام فقط. على أرض الواقع لم يكن له أي تأثير، لا على المؤسسة العسكرية ولا على الشارع الليبي. المدعو خليفة حفتر أرصت له بعض التحركات يعني منذ أيام سابقة، يحاول أن يقوم باجتماعات وتخطيط لمحاولة انقلابية، وبالتالي صدر قرار بالقبض عليه يعني منذ أسبوع مضى. طيب سيد عمر، الآن دعني أسألك، يعني قلت أن الأمور هادئة، في العادة في مثل هذه الأحداث يعني أول ما يسأل عنه هو هل من تحركات عسكرية غير مألوفة، هل يعني المراكز الحساسة في مفاصل الدولة مؤمنة، مركز المؤتمر الوطني العام، أيضا الوزارات، هل لو تعطينا المزيد من التفاصيل الآن؟ نعم، هي مؤمنة تماما، يعني
هذا الحراك الذي قام به المدو خليفة حفتر لم يؤثر إطلاقا في الشارع الليبي ولم يؤثر على مؤسسة الدولة، يعني لم يتحرك ولا جندي، هو ليس له قوة وليس له حتى جندي واحد ليحركه. يعني المؤتمر الوطني، الحكومة، مؤسسة الدولة كلها تحت سيطرة الدولة. لدينا حراك في الشارع، نعم لدينا حراك، لدينا مكونات سياسية الآن تتعارض مع مؤسسة المؤتمر في حول قضية سياسية، حول قضية التمديد، وبالتالي تتظاهر سلميا ونحن نؤيد تظاهرها ونحترمه. لكن ما قام به خليفة حفتر هو غير ذلك، يعني لم يتبع القنوات الرسمية كخصم سياسي، لم يتبع الوسائل العادية ويطرح أفكاره للشارع، وإنما قام بهذا البيان الذي لا يتعدى أن يكون بيانا دون تأثير إطلاقا في الشارع، بل إن كل المكونات السياسية حتى التي ترفض تمديد المؤتمر الآن تحالفت ضده وأصدرت بيانات تتبرأ فيه من موقفه، بل إنه تراجع في آخر أقواله وقال إنه ليس انقلاب عسكري وإنما هي بيان سياسي. طيب في هذا الصدد سيد عمر، سيد حفتر قال إنه فعل، يعني قال إنه ليس بصدد تنفيذ انقلاب عسكري، وإنما تحركه جاء يعني تلبية لرغبة الشعب الليبي ولإنقاذ البلاد. فكيف، ما هو تعليقكم أولا على ما قيل، ثم يعني مما سينقذ البلاد إن كان سينقذها فعلا سيد عمر؟ عموما نحن ندرك الآن واقع البلاد. المدعو خليفة حفتر ليس له تأثير إطلاقا، الآن هو يضخم فقط من حجمه، ليس له تأثير ليحرك حتى الشارع الليبي أو يحرك ويخيف مؤسسات الدولة إطلاقا، ليس له تأثير لا على الشارع، ليس طرفا سياسيا، ليس من المنظمين السياسيين أو من الشخصيات المعروفة على المستوى السياسي، كما أنه ليس له تأثير على المستوى العسكري، هو متقاعد ولديه خصوم والمؤسسة العسكرية ترفضه، وكنا في المؤتمر الوطني كنا قد عرضناه في أحيان في مرة أو مرتين لمنصب قيادي في المؤسسة العسكرية ورفضت المؤسسة العسكرية لأنه شخص جذري، وبالتالي لم يكن له أي تأثير إطلاقا حقيقة، لكنه إن أراد أن يتوجه وأراد أن يكون طرفا سياسيا ليعرض أفكاره بطريقة مشروعة لا باجتماعات وبتحشيد ثم بإعلان بيان وإسقاط للشرعية، هذا أمر يتعارض مع ما أصابه الليبيون. نحن كمؤسسة وطنية الآن أصحاب الشرعية لن نسلمها إلا لمن اختاره الشعب الليبي وفق آلية ديمقراطية متفق عليها. نعم، حتى نختم معك سيد عمر، يعني رئيس الحكومة يعني قال إنه أصدر أوامر لوزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات ضده بموجب القوانين العسكرية والمدنية، فما الذي يمكن أن يحدث من جديد في هذا الصدد؟ نعم، هو رصد مكانه وسوف يتم القبض عليه. القائد على القوات المسلحة كان قد أصدر تعميما أنه يمنع على العسكريين التخطب والظهور على وسائل الإعلام ومناقشة الشأن السياسي أو التجمع وقامت ندوات أو غيرها إلا بإذن مسبق من القيادة العسكرية، لأن في ذلك مسافة القيادة الوطنية، وكلف الاستخبارات والشرطة العسكرية بالقبض على كل اجتماع. وصلت الفكرة سيد عمر ميدان ناطق باسم المؤتمر الليبي العام، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من طرابلس. هذا وكنا يعني لحد هذه اللحظة نحاول اتصال بالسيد خليفة حفتر القائد القوات البرية الليبية السابق، ولكن لم نحصل عنه حد هذه اللحظة. نعود مع مراسلتنا من طرابلس كريمة ناجي. كريمة مساء الخير، يعني لو توصفين لنا الأمور الأمنية الآن في العاصمة طرابلس، وهل لديك فكرة عن باقي المدن الليبية وخاصة في الشرق بنغازي؟ مساء الخير وليد. الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس تقريبا الوضع مستقر، يتواصل إلى حد الآن التظاهر بميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس، والعدد يزداد من حين إلى آخر رغم أن الوقت ربما الساعة تشير إلى 9 ليلا، لكن المواطنين ما زالوا يواصلون التظاهر رافعين الأعلام الليبية وشعارات لا للتمديد المؤتمر الوطني العام الليبي. بالنسبة للوضع الأمني في طرابلس كما أشرت الوضع الأمني عادي، الشوارع الليبية تشهد حركة مرورية وسيرية عادية يعني، لكن الوضع في بنغازي دائما هناك توتر، يعني
إن كان هناك تظاهر أو لا، دائما هناك توتر أمني وانفجارات. نعم كريمة، على فيما يتعلق بالمستوى الأمني، هل من تحرك غير مألوف، هل لاحظتي تحرك غير مألوف بالنسبة للجيش أو أيضا للبعض الفصائل المسلحة، خاصة في محيط بعض المراكز الحساسة في ليبيا؟ نعم وليد، هناك ربما حركة أمنية ومرورية غير عادية. فمثلا عندما نزلت اليوم إلى أحد الشوارع الرئيسية بطرابلس، مررت بأكثر من نقطة أمنية، وهناك ربما تثبت في أوراق السيارات أو حتى أوراق المواطنين، كانوا أجانب أو مواطنون، يعني بالنسبة لي تواجد أمني كبير بمقر سفرات الأجنبية، ربما خوفا من حدوث بعض المشاكل الأمنية، وهناك حماية مشددة لمؤسسات الدولة الليبية، هناك مدرعات عسكرية، تواجد مكثف للجيش وكذلك للأمن الليبي. مرسلة الأخبار من طرابلس كريمة ناجي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، ومتابعة للموضوع وللتحليل أكثر يحضر معنا في الاستوديو الأستاذ صغير الزكراوي، الأستاذ الجامعي والمختص في القانون العام. أستاذ صغير أهلا وسهلا، مرحبا بك. إذن بعد ما سمعناه وما تواتر من أخبار وما سمعناه الآن، سواء مراسلتنا أو من ننطق باسم المؤتمر الوطني العام، كيف يمكن أن نصف ما يحدث في ليبيا، وما الذي يحدث في ليبيا بالضبط الآن؟ لا، يجب أن نعرف أن في ليبيا ما حدث اليوم هو مؤشر على عمق الأزمة والتجاذبات التي تعرفها ليبيا. ليبيا ليست هناك فيها نواة دولة، ليس هناك فيها مؤسسات، هناك قبائل تتناحر على تقسيم البلاد، هناك ميليشيات، هناك يعني أمراء حرب، هناك خاصة جماعات تكفيرية، ونعرف دورها في تسفير والتغدير بالشباب وترحيله إلى سوريا للمحاربة في سوريا. وليبيا في الواقع أصبحت قاعدة عسكرية للإرهاب، هي قاعدة وتهدد جيرانها. ليبيا أصبحت، سنأتي الحديث على علاقة ليبيا بجيرانها وخاصة بتونس، لكن حتى نفهم أيضا أكثر الداخل الليبي، هل من تأثير لهذه التطورات على الجانب الأمني في ليبيا، خاصة كما كنت أسلفت الحكومة هش قوات مسلحة غير قادرة على فرض القانون وسيطرتها على الفصائل المسلحة؟ بطبيعة الحال هناك يعني خطر داهم في ليبيا، هناك مسار انتقالي متعثر، هناك يعني أزمة عميقة بين القبائل، وليبيا خاصة مهددة بالتقسيم، هذا في نهاية المطاف. ليبيا مهددة بالتقسيم ومهددة بحرب أهلية قد لا تبقي ولا تذر في هذه البلاد. إذن ليبيا مهددة، ليس هناك أكثر من الحرب الأهلية، ليبيا مهددة فعلا، ليس هناك سلطة مركزية ماسكة بزمام الأمور، وهذا هو الأهم. إذن نحن رأينا في المرة الفائتة حتى رئيس الحكومة غير قادر على تأمين أمنه الشخصي. نعم، المسار الأمني ممكن أستاذي يعني يرافقه مسار آخر أيضا، هو المسار الديمقراطي الانتقالي في ليبيا. ليبيا كما نعلم دون دستور، وأيضا سياسيا هناك صراع قوي بين تحالف القوى الديمقراطية وأيضا حزب العدالة والبناء الشق الإسلامي. كل المسارات في ليبيا متعثرة. نعم. المسار الحكومي متعثر، المسار الدستوري متعثر، وهناك من يطالب بوضع حد لعمل المؤتمر الوطني. إذن هناك تجاذبات حادة بين مختلف مكونات المشهد السياسي في ليبيا، إذن هناك فوضى عارمة في ليبيا، هذا هو ما هو موجود في ليبيا. ليس هناك مؤشر جدي على أن كما هو موجود في تونس، ربما نحن خرجنا نوعا ما من أزمة، ليس هناك في ليبيا ما يوحي بأن ليبيا ستمر بسلام أو أنها قادرة على إنجاز انتقالها الديمقراطي. طيب تأثير ما يحدث في ليبيا من حراك سواء كان سلبيا أو إيجابيا في اتجاه الصحيح أو الخطأ على جيرانها وخاصة تونس، يعني تأثيرها على مستوى الجانب الحدودي، مرور السلاح، وما نعرف كم أرقتنا هذه المسألة، وأيضا اقتصاديا وأيضا سياسيا. هناك فكرة يجب التوقف عندها، وهو أن ليبيا أصبحت تمثل ليس فقط خطرا على نفسها بل خطرا على جيرانها، خطر على الجزائر وخاصة على تونس. إذن تونس مرشحة ومدعوة إلى مضاعفة حراسة الحدود وتكثيف ربما مراقبة مرور السلع، مرور يعني المواطنين،
إذن أصبحت ليبيا خطر إقليمي حقيقي يهدد جيرانها أمنيا عسكريا سياسيا واقتصاديا. نحن كنا في سنة 2011 و2012 نعول على ليبيا الخروج من الأزمة. ليبيا أصبحت عبئا على تونس، عبئا على تونس، عبئا من ناحية الأمنية لأنه الحدود يعني كبيرة جدا و 500 كيلومتر، رغم أن هناك مناطق عسكرية عازلة ولكن هذا لا يحل المشكلة. إذن لابد على الحكومة وعلى السلطة التونسية أن تولي هذا الموضوع أهمية قصوى خاصة في خلال هذه الأيام. شكرا لك الأستاذ صغير الزكراوي، أستاذ الجامعي المختص في القانون العام، كنت معنا في الأستوديو لتحليل الأوضاع في ليبيا. ونعود إلى الشأن الوطني، ومتابعة للوضع العام في البلاد وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب. هذه المواضيع كانت من أبرز محاور الاجتماع الأمني الدوري الذي انعقد اليوم تحت إشراف رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة. الاجتماع الذي حضره وزير الدفاع الوطني غازي جريبي ووزير الداخلية لطفي بن جدو، إضافة إلى وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح وعدد من سامي القيادات العسكرية والأمنية، أشاد بالنجاحات الأمنية التي تحققت في إطار العمل على القضاء على بؤر الإرهاب واجتثاثها، داعيا إلى ضرورة مضاعفة اليقظة في مجالات حماية الحدود والتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة. أفاد ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن حاكم التحقيق بابتدائية العاصمة أصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 8 من الموقوفين في حادثة برج لوزير من ولاية أريانا، من بينهم أحمد بن محمد المالك المكنى بالصومالي. أضاف المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الموقوفين وجهت لهم مجموعة من التهم تتعلق أساسا بجرائم إرهابية ومحاولات قتل نفس بشرية عمدا والتآمر لارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي. وعلى إثر رصد تحركات مشبوهة لعناصر إرهابية حاولت التسلل إلى خارج المنطقة العسكرية المغلقة، قامت وحدات الجيش الوطني المتمركزة هناك بقصف مناطق محددة على مرتفعات الشعامبي وتحديدا على مستوى واد الأحمر من منطقة الزرداب. واصلت قوات الجيش الوطني اليوم قصفها على مواقع محددة من مرتفعات الشعامبي والهضاب القريبة من سفح جبل الشعامبي، خاصة على مستوى واد الأحمر من منطقة الزرداب القريبة من منطقة الصناعية القصين الجنوبية. قصف مدفعي باستعمال مدفعيات الثقيلة وقذائف الهاون إضافة للذخيرة الحية تشهدها هذه المناطق منذ ليلة أمس على إثر رصد تحركات لعناصر إرهابية تحاول التسلل خارج المنطقة العسكرية المغلقة. وكانت العناصر الإرهابية حاولت التسلل ليلة أمس من جهة واد الأحمر الذي استعمل سابقا حسب اعترافات محمد الحبيب العمري للدخول والخروج إلى جبل الشعامبي. القوات العسكرية تفطنت لهذا التحرك وقامت فورا بقصف تلك الأهداف بشكل مكثف، وبالتوازي مع ذلك نفذت طائرة عسكرية حملة تمشيط جوية واسعة من على حدود المنطقة العسكرية المغلقة بالشعامبي. نادر تيبي للتلفزة الوطنية التونسية. أعاد قبض قوات الأمن على متنكرين في ملابس متنقبات عاد الجدل القائم بخصوص مسألة النقاب، والجدل يطرح معه السؤال من جديد: كيف يمكن ضمان حرية اللباس دون المساس بالأمن؟ سؤال بحثنا عن إجابة له لدى الأطراف أو لدى أطراف مختلفة معنية بهذه المسألة. هذا مفتش عنه ينتمي للتيار السلفي ألقت عليه الوحدات الأمنية القبضة بريانة متخفيا في زي منتقبة، طريقة قالت وزارة الداخلية إن الإرهابيين يتبعونها للإفلات من وحداتها الأمنية. ويقول بعض المواطنين إنهم كانوا شهود عيان على بعض الحالات. منا هبطت من كربة في المر ومنا لابسة نقاب. وين دخلت؟ دخلت قهوة بكار اللي في المر، هو يتمشي وكان النقاب يجري بجرتها. دخلت المراكل ماهيش متحجبة هذيك القهوة، هربت منه، قاموا له جماعة نتاع القهوة عملوا هكا يلقوه راجل.
تعمد بعض المشبوه فيهم والمطلوبين للعدالة التخفي في هذا اللباس جعل المواطن يتساءل عن أمنه وحرية لباسه. النقاب يلزم معناتها الوجه عريان. مش كنت تقول لك أنا نحب نلبس النقاب، هي بالنسبة لي أنا حرة باش تلبس النقاب. شكيت فيها اللي هي راجل، فهي من حقها تشدها تحطها في الكرهب وتجيب لها بوليسة تثبت منها اللي هي مرأة ولا راجل. منع النقاب بتاتا. إذا تعارض أمن البلاد مع النقاب فلأي منهما الأولوية وما مشروعية ذلك؟ سؤال طرحناه على أهل الاختصاص. بحثت جيدا في المراجع وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت لي أن النقاب بهذا الشكل الذي يلبس الآن لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يلبس على طريقة لباس التونسي التقليدي المعروف تماما كما يسمى بالبخنوق مثلا، وكما يلبسون ساعة ممسوسة. وعليه كذلك وجدت أمرا آخر، أن بعض النساء يلبسن هذا اللباس والبعض كانوا لا يلبسنه، فدل على أنه أصلا هو ليس بفرض، وهو مذهبنا الإمام المالكي. النقاب الذي يراه جمهور العلماء أنه سنة وليس بواجب، للسلطة أن تتدخل في استعمال نفوذها لتحديد المباح أو لتنظيم المستحب أو لتنظيم السنة. السلطة التنفيذية أكدت من جهتها جدية التهديدات الإرهابية، حتى يطبق على تونس بك الأسلحة اللي دخلوها اللي فيها الار بي جي والسامسات وغيره. معناها مش نتاع مرتيال، هذه نتاع انقلاب، إمارة في تونس وإمارة في الشمال وإمارة في الوسط وإمارة في الجنوب، وتو تعرفوا من بعده معناها ماذا أريد لتونس. وأما إذا تعارض كما هو الحال الآن وبدأ يهدد هذا النقاب الأمن القومي لتونس، فنحن ننصح أخواتنا التي يلبسن النقاب أن يتجنبنه الآن ويستبدلن ذلك بلباس تونسي. وزارة الداخلية بيّنت في بلاغ لها أنها ستشدد المراقبة الترتيبية على كل شخص يرتدي نقابا، وذلك في إطار ما يخوله القانون. الوزارة دعت المواطنين إلى تفهم هذا الإجراء ومساعدة القوات الأمنية على القيام بواجبها. نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم خبر القبض على إرهابي خطير مكلف برصد تحركات العسكريين والأمنيين بجهة جبل جلود بالعاصمة، مؤكدة أن هذا الخبر لا يمت إلى الحقيقة بسلة. والخبر كانت نشرته إحدى الصحف اليومية ضمن صفحتها الأولى في عددها الصادر اليوم. يسعى عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية وغير المنتمين وكذلك مستقلين يسعون إلى التعويل على القانون الانتخابي الجديد لإقصاء التجمعين من الحياة السياسية. وطلب هؤلاء النواب بإدراج فصل من المرسوم السابق المنظم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، إدراجه في القانون الانتخابي الجديد، إلا أن الشق المعارض لهذه الفكرة يرى فيها مساسا بجوهر الحق الذي نص عليه الدستور الجديد، وطالبوا بضرورة التسريع في أحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قبل المصادقة على القانون الانتخابي. لم يكتب لقانون التحصين السياسي للثورة أن يرى النور، وأعدمت معه مساعي عديد النواب لإقصاء التجمعيين من الحياة السياسية، لكن الأمل ما زال ساكنا فيهم ما دامت البدائل قائمة والتدارك ممكن. البديل هو القانون الانتخابي المعروض حاليا للدرس في لجنة التشريع العام، والفصل الذي سيتم بموجبه الإقصاء جاهز، وهو الفصل 15 من المرسوم عدد 35 المنظم لانتخابات 23 من أكتوبر 11 و2000. الفصل يقصي كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتمي من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في العهد السابق، ومن ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 14 و2000. الفصل طلب عديد النواب بإدراجه في القانون الانتخابي الجديد كأحد موانع الترشح للانتخابات القادمة. نرى ضرورة إدراجه في القانون الانتخابي، خاصة وأن عديد الكتل والنواب يدافعون عن هذا المبدأ وهذه الفكرة بما هي قطع مع المنظومة السابقة، باعتبار أن المرحلة القادمة هي مرحلة تأسيس وبناء، ونحن نرفض أن يشارك فيها من ساهم في بناء الاستبداد والديكتاتورية، خاصة وأن الفصل 53 من الدستور أحال لمشروع القانون ضبط الموانع، وبالتالي أي مانع سيدرج في القانون الانتخابي سيكون دستوريا حسب الفصل 53.
ومن بين ما ينص عليه الفصل 53 من الدستور الجديد والذي يستند إليه المدافعون على فكرة الإقصاء هو أن الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون. والقانون هنا يمكن أن يكون القانون الانتخابي، إلا أن الشق الرافض للإقصاء يرى خلاف ذلك. احنا ضد كل إقصاء، معناتها واللي قلنا احنا من الأول أنه العدالة الانتقالية هي اللي باش تشوف اللي ظلم الشعب التونسي واللي ما عندوش الحق باش يواصل العمل السياسي. وقد اعتبر عديد النواب خاصة من نداء تونس وحزب المبادرة أن في الإقصاء مساسا بجوهر الحق في الدستور الذي نصت عليه الفصول 43 و74، وهنا طلب النائب عن حزب المبادرة كريم كريفة وسنده عديد النواب بضرورة التسريع في إحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي يجب ألا يتجاوز تاريخ إحداثها 27 من أفريل القادم كما نصت على ذلك الأحكام الانتقالية، ومن ثم تأجيل المصادقة على القانون الانتخابي إلى ما بعد هذا التاريخ. أجرى رئيس المجلس الوطني التأسيسي والوفد المرافق له في ختام زيارتهم إلى بروكسل أجروا لقاءات مع رئيس المجلس الأوروبي وعدة وفود برلمانية أوروبية أبدت جلها مساندتها لتونس ودعمها للمسار الديمقراطي بها. اختتم رئيس المجلس التأسيسي والوفد المرافق له زيارتهم لبروكسل بلقاء رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي الذي جدد بدوره التزام الاتحاد الأوروبي دعم تونس ومرافقتها في طريق الاستقرار الدائم خاصة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية ومتطلبات مرحلة المسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب التونسي. الاتحاد الأوروبي بمختلف المكونات نتاعو سواء كان الرئيس نتاعو أو رئيس البرلمان أو رئيس اللجنة الأوروبية الثلاثة اللي عملنا معهم لقاءات لكلهم يثنيوا بتونس ويشيدون بهذه النقلة النوعية التي حدثت في هذه الولايات بعد الثورة. سجلنا ارتياح كامل بأن الوفد برئاسة السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي كانت له مقاربات متطابقة في نظرتنا إلى أن المستقبل إن شاء الله سنواصل نفس التحدي وبنفس الروح التوافقية لإنجاز بقية المسار الديمقراطي. إلى ذلك عقد وفد التأسيسي مجموعة من اللقاءات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ووفد من برلماني لجنة المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي الذين أكدوا مساندتهم الكاملة لتونس ولمشروعها الديمقراطي. نحن نتطلع إلى مزيد دعم المسار الديمقراطي من أجل أن ننجح في هذا الشوط الأخير، ولكن نحن نؤكد في نفس الوقت على أن المسار السياسي المسار الانتقالي لا نستطيع أن يعني نركزه دون أن ننتبه إلى أهمية المسائل الاجتماعية والاقتصادية. أما فيما يتعلق بالعلاقات البلجيكية التونسية فقد كان لزيارة بن جعفر والوفد المرافق له لمجلس الشيوخ البلجيكي والبرلمان البلجيكي أثر إيجابي، فالتجربة الديمقراطية التونسية فتحت أبواب شراكة سياسية وثقافية واقتصادية بشكل أوسع. نهنئ من خلاله جميع الشعب التونسي الذي استطاع أن يكون سباقا في اعتماد دستور جديد يحمل بصمات متطورة وملفتة للانتباه والذي سيخدم دولا أخرى كدول جوار حوض البحر الأبيض المتوسط وكذلك دول أوروبية مثلنا، لأن هنالك الكثير من المواد في هذا الدستور مهمة ومتقدمة. وفي الشق الثاني لقد ناقشنا العديد من مواضيع التعاون وتكلمنا عن الصحة والتعليم والدبلوماسية والبرلمان. لقاءات رسمية تناولت العديد من المواضيع المفصلية ذات الاهتمام المشترك لتكون خارطة طريق لمسار العلاقات التونسية الأوروبية والتونسية البلجيكية في المرحلة المقبلة على قاعدة إرساء دعائم نظام ديمقراطي صلب للأجيال القادمة. رسالة سياسية واضحة حملتها زيارة رئيس المجلس التأسيسي لمختلف المسؤولين الأوروبيين الذين قدروا عاليا ما قامت به تونس من إنجازات سياسية في مجال تأسيس وتعميق بناء مجتمع ديمقراطي. للتلفزة الوطنية التونسية نور الهدى محمد، بروكسل.
عودوا إلى تونس مع شأن أمني، حيث تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالمرسى تمكنت من إيقاف شخصين قام بسرقة مسوغ بقيمة 800,000 دينار. فكرة عن العملية وعن تفاصيلها في النقل التالي. تمثلت المسروقات في مسوغ وساعات مرصعة بالألماس وأموال وعملات أجنبية. العملية تمت بعد إعلام مواطن عن سرقة منزله، لتتعهد فرقة الشرطة العدلية بالمرسى بالموضوع وتميت اللثام عن الجنات. وجدنا شكوك المعينة المنزلية اللي عنده في الدار، واستعمال معناها ليات تقنية معناها في اتصالاتها وكذا وشنو، تم حصر شبه في شخص آخر معناها كثير معناها تردد عليها والتزار، اللي اتضح وأنه معناها كومبليس معها، شريك معها في العملية. حتى أومت معناها ما اعترفت معناها، وتم حجز كامل المسروق معناها. السرعة في هذه العملية كانت مطلوبة، لأن التفويت في الذهب يكون عن طريق إذابته، وعندئذ تصبح عمليات استرجاعه صعبة. المسروق كله يتمثل في مجوهرات ومسروق معناها ذهب، اللي عادة معناها في ثم الشبكات متاع الناس تشري مسروق ذهب هذايا، يتم التفريط فيه بالتذويب ويتم حتى تهريبه خارج معناها تراب الوطن. الحمد لله احنا معناها لأهمية رفقة الزملاء معناها العمل اللي قمنا به، ان معناها لاهميه التوقيت السرعه باش كمان معناها جبنا للمسروق هذا. استعمال الوسائل التقنيه والطرق العلميه في العمل الامني ساهم في ايقاف الجنات بسرعه واعاده ممتلكات المتضرر. الى القيروان الان، وحالات الغرق بسد اسمات بلعلا لم تتوقف، اذ شهدت هذه المنطقه امس وفاه شابين غرقا بينما كان على متن زورق بصدد الصيد. عمليه انتشال الجثتين من السد تمت في اليوم التالي، واما الاسباب فهي متعدده. علامات الأسى والألم خيمت على المكان، ولم يجد الأهالي إلا البكاء والصمت، فقد كان المصاب كبيرا بفقدان ابنيهما في صد الصماتي لأجل لقمة العيش. أنا بالصدفة سار عندي شيه بالجبل لهذام، نغزر لهم معناه يجبدوا في الأشباك، على غفلتي أنا مطار معناه دورت نغزر للأولاد الزوزلوتة معناها كيفاش يغفقوا في الماء. بعض شهود العيان أكدوا أن جهود الإغاثة تأخرت، وطالبوا بضرورة إحداث مركز للحماية المدنية بالجهة. نص نهار ودرجين طلبت الحماية وطلبت الحرس نتاع راليه والمنطقة، طلب واحد أخر المنطقة نتاع حفوص وجاوبوني قالوا لي هذه السد هذه تبع سليانة، ونقول لهم راهو تابع للقروان، خاطر الأولاد تابعين للقروان وأنا ما عنديش نظرهم للسليانة ولا واحد. كاو من بعد 4:30 يمكن جو، حتى جو ما عملوا حتى شيء، بالفتاشه كاين يجدوا في داس. هذه تو خامس فاجعه لهنا في السد هذا، السد الوحيد. الشيء اللي ينقصنا نحن هنا في معتمديه العلا ومعتمديه حفوز هي الحمايه المدنيه. الحمايه المدنيه ما تجينا اذا كان ثم عطب ولا ثم معناها فاجعه كيما الفاجعه هذه، ما تجينا من سوسه ولا من القروان الا اللي صار يصير. ما استغرقتش العمليه برشا، معناها لقيناهم متواجدين بينهم بين بعضهم 15 متر. معناها بين الضحية الأولى والضحية الثانية 15 متر على عمق 12 متر. المدير الجهوي للحماية المدنية أكد أن انعدام بعض الإمكانيات حال دون انتشال الجثث خلال اليوم الأول. احنا في الجهات هذه عندنا معناها غواصة، لكن بتاع تدخل أولي بعدين يضاف معناها المجهود هذا مجهود أخر وطني ولا مجهود من الجهات الثانية، وهذا يخدم في منظومة متكاملة. معناها خدمنا بهالمنظومة هذه البارح، فتشنا معناها تفتيش معناها أولي بوحدتنا احنا، وحدة القروان وحدة سليانة، لأنه معناها موجودة معناها هي بريسك معناها مشتركة الحدود هذه. لكن البارح ثم عوائق أخرى اللي مش موجود، ما يعرفهاش المواطن العادي. ثم فيزيبيليتي معناها رؤية كانت منعدمة، معناها تقريبا على 50 سنتي ما تنجمش ترى. بعد أن غرقت الأحلام في هذا السد، سيركن هذا القارب منذ اليوم إلى الراحة، ولن تنتظر الأمهات قدوم الشباب عند مغيب الشمس، فقد غادر إلى الأبد. مراد رمضاني، التلفزة الوطنية التونسية، من سد صماتي العلا. شب في حدود الساعة 8:30 من صباح اليوم حريق بمعمل للأحذية والجلود بالمنطقة الصناعية بصفاقس. الحريق خلف خسائر مادية فقط، وقد تمكن أعوان الحماية المدنية من إخماده.
الحريق جد صباح اليوم بأحد معامل صنع الأحذية والجلود بمدينة صفاقس، وتفطن إليه العاملون بعد أن بلغتهم رائحة المواد المحترقة. أنا نخدم على الماكينة متاعي، ونفر كان بالدخان طالع، أهبط نجري. الخدامة شموا الدخان، هبطوا لقوا الدنيا معناتها الدخان نبدأ بارتي بدات النار بقوة اللوطة ما فاقوش بها. مواد أولية ومواد حاضرة ما جاهزة معناتها برودوي فيني وماتيير بريمير. كان الخسائر المادية كو ربي عوض عليها كو. المصنع الذي يشغل حوالي 10 عمال خلف أضرارا مادية لا غير، وتطلب جهودا من أعوان الحماية المدنية لإخماده. حين جاءتنا المكالمة تم توجيه عدد 2 شاحنة إطفاء على المكان، وبوصول أعوان وإطارات على المكان اتضح أن الحريق هام نسبيا، الشيء اللي طلب تعزيزات. في الأبان تحولنا على المكان وتم هذا بالفعل، وقد عززنا هذا الحريق بعد 4 شاحنة إطفاء من ساقية الزيت ومن الإدارة الجوية، وعند الوصول تم محاصرة النيران من كل الجوانب. الحريق ولئن لا تزال أسباب نشوبه غير معروفة، إلا أنه ربما كان بالإمكان تفادي هذه الخسائر لو كانت هناك وسائل حماية ذاتية. وإحنا العمل متاعنا ماذا بينا كان كل مؤسسة من مثل هذا القبيل تكون عندها أضعف الإيمان وسائل حماية ذاتية وأعوان يقع تكوينهم في مجال في مثل هذه المجالات باش الله اللي يقدر، في التدخل الأولي هم اللي يقوموا بالمهمة هذه. جهة صفاقس تعج بمثل هذه المصانع وبات ضروريا أخذ كل الاحتياطات حتى لا يقع المكروه. رباط المنسير الذي كثيرا ما سد الطريق أمام المتهافتين على عرش الخليفة العباسي هارون الرشيد ومن حكم بعده، هذا المعلم التاريخي تصدعت جدرانه وتضرر كثيرا من أثار زلزال أكتوبر من السنة الماضية، وصار يحتاج إلى أعمال صيانة انطلقت الشهر الماضي وتتواصل اليوم حتى يعود لهذا المعلم زواره الذين يناهز عددهم 60,000 سنويا. 4 أشهر مرت على الزلزال الذي ضرب ولاية المنستير، أثره ما زال يتذكرها رباط المرابطين، واحد من بين أعظم المعالم العسكرية الدفاعية. اليوم يصعد فوق جدرانه مرابطون جدد، ليس لحماية عرش هذا أو ذاك، ولكن لترميم هذا المعلم الأثري. تمت بلورة اتفاقية تشرف من خلالها جمعية صيانة المدينة على الأمور المادية، ويشرف من خلالها المعهد الوطني للتراث على الإشراف الفني للمشروع. كان هذا بتنسيق كبير بين المعهد الوطني للتراث وجمعية صيانة المدينة اللي قاعدين يخدموا اليد في اليد باش نمنعوا المعالم الكبيرة اللي موجودة في مدينة المستير. بصرنا بالأشغال بالإمكانيات في مرحلة أولى بالإمكانيات المتوفرة بالنسبة للمعهد الوطني للتراث سواء في المنستير، ولكن زاد وقع التعاون مع الإمكانيات المتوفرة لدى مدينة سوسة. عملية الترميم انطلقت منذ 19 من الشهر الماضي بإشراف مزدوج بعد أن خصص المجلس الجهوي 525,000 دينار للمشروع. وهذا يؤكد القيمة الكبيرة اللي يمثلها السور ويمثلها الرباط. معالم تضررت من زلزال أكتوبر وأخرى فعل بها زمن ما فعل تستحق أن نحصنها اليوم من الإتلاف بعد أن حصنتنا لزمن طويل من الخطر الخارجي. ونبقى مع الأخبار المتعلقة بالإرث الوطني الحضري والثقافي، وبهدف الترويج للصناعات التقليدية ومزيد دعم المنتجات الحرفية تم بعث مشروع قصر الحرفي، مشروع يأمل باعثه في المحافظة على المخزون التراثي لبلادنا ومزيد مواكبته للعصر. قصر الحرفي مشروع جديد في الصناعات التقليدية يهدف إلى مزيد دعم الترويج والبحث عن أسواق جديدة. تراثنا عمره ما يموت، خاطر تراثنا هو هويتنا. التونسي لازم معناتها يحافظ على الهوية متاعه، أما يحاول يخرجها لبرا، يخرجها. الفايدة هو باش نوصلوها للتونسي ونوصلوها للأجنبي زادة. أنا مثلا نخيط زادة وجو سوي ستيليست، نعمل حاجات كما البرنوس هذايا نجم نلبسو كما اليوم. ابتكارات جمعت بين الحداثة والأصالة عنوانها الأبرز تحسين المنتوج التونسي. نشجع الابتكار على الخلق وعلى المحافظة على التراث متاعنا. كل مشروع اللي يحسن المنتوج التونسي ويعطي فيه تصور جديد نشجعوه ونباركوا التجربة هذه. جمع بين الأصالة والحداثة، علاش الواحد يقول يحتفظ أو يكون حارس على موروثه، وفي نفس الوقت يكون ابن عصره. عندنا كثير من المنتوج اللي قادر يتسوق للخارج، خصوصا إذا أضفنا له شوية في الجودة.
وزيرة التجارة والصناعات التقليدية أكدت عند حضورها أهمية تفعيل البرامج الوطنية لدعم قطاع الصناعات التقليدية. احنا عندنا برامج راهو عندنا برامج كبار في ميدان ترويج وتطوير الصناعات التقليدية، اما مازالوا ما تفعلوش. دونك انا البرنامج نتاعي باش نشوف شنو ما هالبرامج وكيفاش نحطوهم. قصر الحرفي نموذج لمشروع يبرز خصوصيات المخزون التقليدي ببلادنا، وفي دعم مثل هذه المشاريع محافظة على التراث من الاندثار. في آخر المستجدات المتعلقة بالملف السوري، أعلن وفدا المعارضة والنظام السوريين أعلن تعثر المفاوضات الجارية في إطار مؤتمر جنيف 2 بسبب تمسك كل جانب بمواقفه. أما على الميدان فقد أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل 60 شخصا في درعا. لم تفي اجتماعات جنيف 2 بحاجة المفاوضين سواء من الطرف الحكومي السعي لتثبيت الرئيس السوري بشار الأسد أو من جانب المعارضة التي تعمل على تركيز حكومة انتقالية تنهي بها مهام السلطة القائمة، وهو ما قد يدفع الجانبين إلى عقد مؤتمر ثالث لحل الأزمة السورية حسب ما يروج في كواليس الاجتماع. لؤي صافي المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قال إن مفاوضات جنيف 2 متعثرة وعلى الدول المعنية التدخل لإنقاذها، كما طالب صافي بموقف دولي قوي وواضح ضد تنصل النظام من موافقته على مؤتمر جنيف 1 على حد تعبيره. وصلنا إلى نقطة لا يمكن تخطيها إلا بوجود فريق آخر يريد أن يتعاطى مع الحل السياسي. في المقابل أعرب فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم في هذه الجولة من مفاوضات جنيف، متهما المعارضة بأنها جاءت بأجندة غير واقعية وتريد الحديث فقط عن الحكومة الانتقالية. إن وفد الحكومة السورية مستعد لبحث موضوع الحكومة الانتقالية بعد الاتفاق على مكافحة الإرهاب. ميدانيا قتل قرابة 60 شخصا وأصيب مئات آخرون في انفجار سيارة مفخخة أمام مسجد في ريف درعا جنوب سوريا، فيما قتل مسلحو المعارضة 5 جنود على الأقل في حلب حسب ما أفاد به ناشطون. في الأثناء أعلن محافظ مدينة حمص أن قوافل المساعدات الغذائية تمكنت من الدخول إلى أحياء المدينة القديمة والمحاصرة منذ نحو عام ونصف العام. أعلنت الرئاسة الإيطالية اليوم قبول رئيس البلاد جورجيو نابوليتانو استقالة رئيس الحكومة أنريكو ليتا الذي قال إن استقالته لا رجوع فيها. وأورد بيان للرئاسة أن المشاورات لتشكيل حكومة جديدة ستبدأ اليوم، وكان ليتا قدم استقالته إثر تصويت لحزبه يطالب بتغيير الحكومة. في أخبار الرياضة، تغلب الترجي الرياضي التونسي على الكرمل الأردني بنتيجة 3 أشواط دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بقاعة الزواوي ضمن الجولة الأولى للبطولة العربية للأندية البطلة في الكرة الطائرة. وسيلاقي الترجي الرياضي منظم البطولة في المباراة الثانية سيلاقي أهلي جدة السعودي يوم الأحد المقبل. تفتتح غدا منافسات الجولة 19 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تفتتح بإقامة مباراتي الملعب التونسي والترجي الرياضي ونادي صفاقسي وجريدة توزر، فيما تستكمل يوم الأحد بقية لقاءات الجولة وأبرزها سيجمع النجم الساحلي بالنادي البنزرتي والنادي الإفريقي بالملعب الجابسي. خطى ريال مدريد الإسباني خطوة مهمة نحو التأهل للدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة أبطال أوروبا لكرة السلة بفوزه على لوكوموتيف الروسية. تكريسا لحقوق المرأة وضمان العدالة لها، انتظم اليوم في حوالي 190 دولة في العالم احتفال تحت عنوان وقفة المليار شخص من أجل العدالة، وذلك نتيجة تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة في العالم. بهذه المناسبة نظمت جمعية القادة الشبان المبادرون هذا الاحتفال بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك لأول مرة في تونس. بالموسيقى والرقص والغناء تجمع هؤلاء الشباب بهدف بعث رسالة رمزية ضد العنف المسلط على المرأة ولتكريس حقوقها. وقفة المليار شخص من أجل العدالة هي تظاهرة عالمية تقام لأول مرة في تونس وفي العالم العربي ضد كل أشكال الاستغلال الموجه للمرأة، وذلك عن طريق الفن. نحب اليوم نتحروا أكثر،
اليوم نحن مع المرأة من أن نحتفلوا بالمرأة، اليوم فرحانين للمرأة التونسية، يعني نحن نحتفلوا بها والتوعية لازمة، ولكن نختار أن التوعية تكون انطلاقا من الاحتفال، انطلاقا من الفرحة والبهجة. نحن نطالبوا بحماية المرأة وخاصة في المناطق الريفية، برشا نساء يتعرضوا للاغتصاب والتحرش وحد محد ما يحس بهم، وزاد فما التامذ اللي نخدموا عليه السنة هو علاش لا ما تكونش عندنا مرأة يعني امرأة رئيسة في تونس، وزاد علاش عندنا ثلاثة وزيرات فقط. مناسبة كانت فرصة للشباب الحاضر للتعبير عن موقفه على مسألة العنف ضد المرأة التونسية، والتي اعتبرها لا تزال تعيش تحت وطأة العنف سواء منه المادي أو اللفظي. زالت المرأة تعيش في ظل العنف رغم اللي هي مساوية للرجل وهي واقفة معاه برشا، ومازال العنف مسلط عليها كما قبل. ما نشوفش فما مساواة فعلية وتامة رغم اللي نص عليها الدستور. اسمو الفايقة اللي يلزمها المرأة تاخذ الحقوق نتاعها، خاطر من حقها المرأة اليوم في 2014 باش تاخذ حقوقها، المرأة تونسية وتقدم مع الشعوب الأخرى. ممارسة العنف ما نجموش احنا نقولوا ما فماش باش يجي نهار وتتقصوا وباش نمنعوا احنا العنف على المرأة، ولكن احنا نحاولوا نقلصوا ما ظهر هذه الدستور معناتها القوانين اللي موجودة في العالم الكل، ان شاء الله تكون هي تضمن حقوق المرأة. واحنا في تونس المرأة الحرة هي امرأة حرة بأتم معنى الكلمة. احتفال في تونس يتزامن مع احتفال 190 دولة في إطار هذا الحدث العالمي، حيث تشير الإحصاءات أن قرابة مليار امرأة في العالم يتعرضن للضرب أو الاغتصاب. أحداث اليوم وطنيا وعالميا كثيرة، وكذلك كانت أخبارنا، ولكن الحدث للكثير اليوم هو عيد الحب المقترن بالرابع عشر من فيفري من كل سنة. عيد الحب والأحبة والصداقة مناسبة لبعض التونسيين يعبرون فيها عن مشاعرهم، ولأن اختلفت أشكال التعبير وتنوعت بين العاشقين والأهل والأصحاب، فإن المناسبة تبقى عنوانا لتأكيد المشاعر وتجديدها. في النقل التالي هذه رؤية بعض التونسيين للمناسبة وشهاداتهم عنها. محبة العاشقين ومحبة الأهل والأصحاب ومحبة الوطن، عبارات تكررت على ألسنة التونسيين في عيد الحب. فماش إنسان عايش يقولك ما نحبش، يكذب عليك، كبير ولا صغير الحب ما يتنحاش مهما كان السن متاعه، مهما كان العمر متاعه. ما تقتصرش جست على الكوب البارك، حتى الأم الأصدقاء، الحب مناسبة حلوة على الأخر، مش الناس يتفكروا بعضهم يسبحوا بعضهم يهديوا كادوات لبعضهم. يمتنا كلها حب، هذي بار اكسبسيون، مي احنا كل يوم عايشين في حب. واحد إذا كان مش يبقى يستنى نهار في العام عملنا حتى شيء. نحب البلاد تركح وتريد هكا تكون فيها قراية ومثل ما عادش الاعتصامات. بالورود بالأمنيات بمختلف أنواع الهدايا، كل اختار أن يعبر بطريقته عن حبه لمن يحب. التونسي يلزم يحب، كان ما يحبش ما نجمش يعيش. نشري لها كادو كل عيد الحب، نشري لها كادو حتى وردة، يعني أبسط حاجة إنسان إمكانيات، فهمت؟ حتى وردة، فهمت؟ هي ديالة، فهمت؟ سي لو جيست كي كونت، فهمت؟ التونسي قاعد معناتها عنده معدا يجي ويشري، فهمتني؟ فما إقبال كبير، فهمتني؟ على معناتها على لي ماغازان هذوما، إن شاء الله ديما وإحنا أحباب نحبوا بعضنا. ما خيرش من الحب في الدنيا هذي، فهمتني؟ شبيه الواحد في شاتي كادو. شكون هو ما يحبش؟ الناس كلنا نحبوا البلاد، نحبوا تونس، نحبوا تونس هذه بدات وضربوها هذاك، نحبوا ونموتوا عليه، هذاك عيد الحب نتاعي الصحيح الأولاني، فهمت؟ في الرابع عشر أو في غيره من الأيام، الحب في وطني لا موعد له. الحب في وطني لا موعد محدد أو محددة له. نبقى مع الحب وأخبار عيده. عيد الحب مناسبة يحتفل بها المحبون ويعبرون فيها عن مشاعرهم تجاه الأحبة ككل سنة في مثل هذا اليوم. وفي هذه القصة التي نعرض عليكم بعد قليل، قصة 40 سنة من المحبة والعشرة، نتعرف على معاني ورموز أخرى للحب. أيامنا كلها مشيت والحب، نوع عزوزي كذا متفاهمين، نوع زيجي، فهمت كيا مش كلام سادك الحب متعنا. بهذه الكلمات العفوية عبر عم صالح عن قصة حبه مع زوجته، قصة تجاوزت 40 عاما عاشوها في السراء والضراء، وكان السند المتين لبعضهما. لحية شو نقول لك يا أبويا، زوجتي زيجي متعاشرين ومتفاهمين على الخير والشر. متعاشرين لا عنا حتى شيء، متفاهمين مع بعض. متفاهمين
متفاهمين في كل شيء. هو ديما ضلنا وياه، ديما نمشينا وياه، نصرحنا وياه، نقضينا وياه، كل شيء وياه. سألنا العم صالح عن عيد الحب فأجابنا بعفويته المعتادة. يا ما نجمش نمشيولو نحن عيد الحب، ما نتحفلوش به لا والعجوزي لا. حب الوالدين وحب الناس وحب الوطن مفاهيم متعددة للحب حسب عم صالح، لا هي الأخرى مكانة في حياته. حب الوطن وشنو الأخرى؟ والوالدين والوالدين، وتحب العبادة تنحى الحسد والبغض والناس تجيل بعضها تولوا خيان. دعوة للحب والتأخي بين الناس وجهها العم صالح في عيد الحب. بدعوات العم صالح نكون قد وصلنا لختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الحكومة الليبية ينفي حدوث انقلاب عسكري بعد إعلان القائد العسكري السابق خليفة حفتر تجميد عمل الحكومة والمؤتمر الوطني العام والإعلان الدستوري. قوات الجيش الوطني تقصف مرتفعات الشعامبي من جديد بالأسلحة الثقيلة على مستوى الأحمر على إثر رصد تحركات لعناصر إرهابية. ووزارة الداخلية تعلن أنها ستتولى تجديد المراقبة الترتيبية على كل شخص يرتدي نقابا، وذلك في إطار ما يخوله القانون. إن شاء الله كل أيامنا محبة مع أجمل تحيات الأخبار. إلى اللقاء.